مسيكم بالخير. وليد بيك جنبلوط مسيك بالخير. شهيدنا الحي شهيد الشعب اللبناني الأستاذ مروان حميدي مسيك بالخير. أرجوك أن تسمعوني كثير منيح. نواف سلام كمثقف صاحب مع أصحابه ابن عائلي مهمة اشتغل بجريدة النهار. ايه هيدا كلام لا يعلى عليه. صديقه لسمير بيك فرنجية الزعيم الوطني وللأستاذ المهم شهدائنا الأبطال سمير قصير وإلى كل شهدائنا ب14 أدور. ايه نواف سلام من هالناحية آدمي ابن ناس مرتب مثقف بس ما عنده قماشة رئيس الوزراء. بتقلي وليد باك وأستاذ مروان حمادي مستند عشي عشو شفته كسفير معين ممثل لشهدائنا شهداء 14 أدار عينوا فؤاد السنيورو كان بيقدر يعين غيره. لا شفته كموظف ما بدي احكي اكثر وبدك كان احكي اكثر رح اقولك. استفيد من وظيفته عايش على المال العام بنيويورك ابارتمون ومكتب ببلاش والاكسبنسيف لما بيعزم حدا بيجي حدا بيجي حدا بيروح طبعا من السياسيين او من اصدقائه الشخصيين هذا كله اكسبنسيف على المال العام. والدليل لما انترك عين مرته يعني صار عامل public relation للسياسيين اللبنانيين مين ما كانوا يكونوا وعين مرته سفيرة بالأونسكو يعني مثل بطرس عساكر ونجلة ريشة. بطرس عساكر الناي وهي الدكور عينوها وزيرة كلام فاضي هذا ما قالوا أي معنى. سفير بالفاتيكان هي سفير أونسلي بروما حد منه تنزل بالبيت عنده يعني ببليش عكس الدولة. هو سفير بباريس هي سفير بجنيف بالأمم المتحدة على سفيرة لبنان بالأمم المتحدة بجنيف على كيس الدولة اللبنانية بيتنعم بجنيف وبتتعنم وعزايم عندها الأغنية بدن وجهها الأغنية. فلا ما عنده قماشة رئيس الوزراء ولا الزعامة اللي تغلطوا أبدين عم تتسلوا بالقشور من كان عم بتروحوا على الأساس. الأساس الرئيس الوزراء بالوضع السني الكامل إذا السنة ما في مستوى رشيد الرئيس الشهيد رشيد كرامة اللي قتلوا حافظ الأسد شخصيا قرار من حافظ الأسد والرئيس صائب سلام اللي طردوه من بيروت ما قبل حافظ الأسد إلا ما يمر عليه تيفوت على بيروت يموت ببيروت وعمل تصريح من باب القصر إنه شو عظيمة عظمة عن حافظ الأسد مجده تيكسر روسه بالشام كامل الأسد ما قبل يروح عيتوه عياد تصل فيه عبد الحليم خديم شرف مشان تعمل رئيس يلا تعالى شرف تعمل رئيس مجلس. بعد يومين تلفن له قال له شو مبين ما جيت قال له وين بدي جي قال له بتمر على الشام بالأول قال له أبدا أنا بعد ما انتخب رئيس مجلس بجي على الشام وسكر التليفون بوجهه وما يدروا على هذا طولوا بالكم ما عنده قماشة رئيس وزراء وليه تنغشوا ليه تنغشوا أبدا مهما دعمتوه بهالمرحلة أشرف الشرفاء أشرف ريفة ما بكن توقفوا السيادية انتظروا بره اللي قاعدين بره كل شيء ما بتشكلوا حكومة وبتعلنوا إنكن أنتوا جزء من الهلال الخصيب وإنه إسرائيل هي لائدة الهلال الخصيب وبتمدوا على دولة إسرائيل حزب الله بيضل حاكم لبنان بيجردوا مثل ما بعرف بيحكموا لبنان مين أنتوا بتعرفوهم وليه بقى تبرموا على أكثر من هيك
بدكن تعملوه دولة الرئيس لنواف سلام تينعزم على طولات الناس ومرتو عندها بادجت تقول بتردلن العزيمة؟ هيدا كله مال العام. وليد باك وشهيد لبنان شهيد 14 أودار وعم بيسمعني الزعيم الوطني سمير باك فرنجي في عليقه وشهيدنا الكبير سمير القصير سمير قصير عم بيسمعني بعليقه لا مبهبط عليه بدها قياس يا الياس بدها قياس منو كفو لرئاسة الوزراء مهما قطيتوا له حديد بإجراءات توقفوا لي تغلطوا أبدا ما بتقبلوا ما فيكن تأيدوا أشرف ريفة أشرف الشرفاء وما فيكن تجيبوا رئيس جمهورية سيادي بالأول قبل تعيين أشرف ريفة خلاص بيت المئاتي شاريين بواسطة السفير إيميه اللي كان ببيروت انتقل على قصر الجمهوري شيرينا طلب من ماكرون يمدوا كذا وأقنع ماكرون واشتريوا ماكرون بيت المئاطي عشت بفرنسا وبعرف ماك رفيق الحريري ما بده كتير تعب تشتري شراك واشتروا بس شراك عمل شي عمل 14 أدار طلع الجيش السوري من لبنان شراك وراء القرار 1559 طبعا هو اللي عرض على الرئيس جورج بوش ووافق لو ما يوافق الرئيس جورج بوش ما بتمشي جورج دبليو بوش جورج بوش الثاني بيت بوش كان يحبه لبنان أكثر من شراك والبيقلكم لا قولوا له كذب فهيدي هي يا وليد باك للتعب قلبك ما بطلق فيك سمع مني ما بطلق فيك ترشيح نواف سليم انتي قلت ما بيشترك بالحكومة يقولن انا ما بسمي حدا سمع مني والاستاذ مروان حميدي عم بيسمعني منيح ولي بقى تردوا اكتر واهلا وسهلا فيكم طولت عليكم